الفاتنة تعلق بملامحها الجميلة أجيال مختلفة. ليه الشعور الغريب ده بالفرح والحزن في وقت واحد؟ أحبها الجميع ووقع في غرامها الكثيرون. هو في ورد بيحب؟ مش الورد بيحس؟ أوي. ولما لا؟ وهي الفاتنة والجميلة وأميرة الشاشة الفضية. إيه ده كله يا دكتور؟ أنا ما سألش حاجة من اللي بتقولها دي. يعتبر البعض أن عيبها الوحيد هو صراحتها ونقدها اللاذع في زمن عزت فيه الصراحة وتوارى فيه النقد الصادق. لازم تقبلي الحياة اللي انت اخترتيها، وإن كنت بتعتبري جوازي غلطة استحملي انت نتيجة غلطتك. مريم فخر الدين، امرأة تعرف معنى الصبر والتحمل. مين قال ان ربنا يرضى بالظلم؟ ده بس مطول باله حبتين. عاشت مع جميع أزواجها بدون حب، وقررت أن تبعد مشاعرها عن الاختيار، ولهذا السبب فشلت جميع الزيجات سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، لتبقى وحيدة بجوار ثروتها الكبيرة من الأعمال السينمائية الناجحة. أنا بتهيأ لي إني ماشية في ضباب ومش عارفة هعمل إيه ولا عايزة إيه. مريم يعني اتولدت من أب مسلم متدين وأم مسيحية متعصبة، تروح مع أبوها الجامع هي وأخوها يوسف، وتروح مع أمها الكنيسة هي وأخوها يوسف. بقت مشوشة، ماهيش عارفة هل هي مسلمة ولا هي مسيحية، إنما جواها حب لدين الإسلام وحب للدين المسيحي. يعني خرجت إنها شوية على دين أبوها وشوية على دين أمها، مش فارقة المسألة معاها. لدرجة إن جت في يوم من الأيام المخرج الكبير يوسف شاهين ساكن فوقيها، وكانت هي متزوجة في الوقت دوت من الأستاذ شريف الفضالي. فهي طبعاً ليلة العيد الكبير جابت خروف هي والأستاذ شريف الفضالي وربطته جنب الباب في ترابزين السلم، وده طبعا بينها وبين يوسف شاهين المسافة قريبة قوي. فالخروف قعد يمأمأ، نزل يوسف عصبي جدا، قال لها في ايه؟ معقولة انتوا قلبتوها عزبة؟ ايه الخرفان دي والمعيز دي يا مريم؟ قلت له والله انا معرفش هسكته ازاي، يعني هرضعه؟ اذا كان لك طريقة تسكته بيها سكته. يوسف شاهين شوية تلاقت اتصرف، هي مش عارفة حصل ايه. فجأة لقت الخروف مرة يمأمأ ومرة يسكت وينام ومرة يهيج هيجان أكتر من الأول. قالت الله في إيه؟ فخرجت لقيت يوسف شاهين ماسك إزازة ويسكي وماسك الخروف فاتح بقه وبيسقيه كل شوية سقاه إزازة ويسكي. قال لها سكرته عشان يسكت؟ قالت له أنت هيجته. جه طبعا شريف الفضالي وبنتها إيمان قالوا لها يا ماما إزاي ده سكران؟ ده يتذبح إزاي؟ خدوه حموه الأول، دخلته الحمام هي وشريف الفضالي وحموا الخروف، وبعدين لقوا مفيش فايدة، الخروف في حالة هيجان، فقالت له ده مش هينفع يتذبح. فسربوا الخروف ادوه للبواب العمارة، ورجع شريف الفضالي جاب خروف جديد وعشان يذبحه على السنة ويبقى طاهر. كنتش عارف لما عاوز أقرر شيء لازم أستشيرك زومي. إسماعيل هو زي أبوك، أنت ناسي اللي عمله عشانك؟ اللي عمله شكرته بما فيه الكفاية. رؤوف يا تقولي له أنت يا أقول له أنا. إسماعيل يا تقولي له أنت يا أقول له أنا. رؤوف إسماعيل أبوك الحقيقي مش جابر. علاقة مريم بأخوها يوسف كانت علاقة كبيرة قوي، علاقة أخوات بيحبوا بعض وبيعشقوا بعض. كان يوسف يحبها قوي 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 وما يستحملش عليها الهوى الطاير، وكانت هي نفس الحكاية بتعتبر يوسف أخوها وابنها فعلا. يعني اتربوا مع بعض وعاشوا مع بعض وبقوا أصحاب مع بعض، واستمرت العلاقة ديت لغاية
ما كنت بسافر في مسلسل مع الأستاذ عادل صادق إلى اليونان، وكان في النجم حسن يوسف والفنانة ميرفت أمين والأستاذ يوسف فخر الدين، وسافرنا إلى اليونان. وإحنا في الاستوديو اتعرف يوسف على الماكيورة اليونانية اللي موجودة معنا في المسلسل من طرف اليونانيين، وابتدوا أصحاب على بعض، اسمها بيتسا، وبقى أصحابه بيتكلموا مع بعض وبتاع. وأنا كل شوية أقعد أهزر معاه أقول له مالكش دعوة بالزميلة، ابعد عن الزميلة، فيضحك. وقعدنا هناك فترة حوالي شهرين شهرين ونص في أتينا، وجات لنا مريم أكثر من مرة، وفجأة لقيته بيقول لي أنا مش نازل مصر. قلت له ليه؟ كنا خلاص قربنا نخلص المسلسل ونازلين. قلت له ليه؟ قال لي لا خلاص أنا هقعد هنا وهتجوز بيتزا. كان خبر غريب. قلت له اشمعنى يعني؟ معقولة هتسيب مصر وتقعد هنا وتتعيش هنا يا جو؟ قال لي لا 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 خلاص يا محمد، أنا هنا حياتي، مصر مانيش شايف حظي فيها. وقعد في اليونان، بقت مريم تتزوره وتروح تقعد معاه ويبعت لها، وهو كل سنة ينزل 10 أيام يزور أخته يزور أمه ويقعد معاهم وياخد مراته ويسافر. فجأة أنا طبعا كان شقتي قدام شقة يوسف في أتينا، أنا مقيم، زوجتي يونانية وعند شقتي في أتينا ومقيم هناك، فكان واخد شقة في نفس العمارة اللي أنا فيها، وبنتقابل دايما في أجازاتي في سفري ألاقيه دايما. وافتتح محل خردوات تحت العمارة وابتدى يقعد فيه ويبيع خردواتي. كنت حريص أن أنا يعني ما اتكلمش معاه في من الناحية ديت عشان ما زعلوش، إنما كنت أسأل مريم أقول لها ليه يوسف عمل كده؟ ليه يوسف بعد؟ تقول لي هو والله ده مخه تفكيره، وإحنا بنحترم تفكير بعض يا محمد، ما حدش يقدر يقول أنت يا مريم اعملي كذا أو أنت يا يوسف تعمل كذا. هو شايف إن دي حياته صح، وشايف إن خلاص حياته اليونان خلاص خليه. يوسف أنت فيك حاجة؟ ليه؟ أصلك قاعد كده مش زي عوايدك. أصلي بذاكر. اوعى تكون عيان، أنت كنت بتكح الصبح. لا أبدا مفيش حاجة، بذاكر. مش معقول، أهو ده يبقى انقلاب، قاعد لا بتتنطط ولا بتشقلب ولا حتى بتبص من الشباك من غير ما تكون عيان. من أين لك هذا العقل يا سيوس؟ أصل الامتحان قرب والواحد ضروري يشوف مستقبله. إيه العقل ده كله؟ ده أنت لو كنت تفضل كده على طول ده أنا أعمل لك تمثال. أنت تستاهل التمثال، أنت تستاهل كل الخير اللي في الدنيا. الله الله، من أمتى ده كله؟ اسمع، يكونش عايز. لا والله مش عاوز حاجة، من هنا ورايا هعمل كل اللي تقول عليه، مش هزعلك أبدا يا حبيبي. يا يوسف ده أنا فرحانة بيك قوي. فوجئت بتليفون من سبيرو بيقول لي يوسف مات. تاني يوم كنت مسافر ورحت، كانوش لسه خرجوه من البيت ولا، دخلت بصيت عليه النظرة الأخيرة، مريم جت بعدية حزينة وكان كلها حزن. أنا كل اللي بفكر فيه هذا الرجل اللي مات، طب هيندفن في مقابر مسيحية؟ طب ما هو مسلم. فسألت مريم قلت لها هناخده مصر، هنجهزه وناخده مصر ندفنه، ده دفن إسلامي لدين أبوه. قلت لها محمد ربنا رب هناك، خلاص يعني هنغرم وهندفع ونعمل، هي الأرض هي الأرض، هو الدود هو الدود، هو التراب هو التراب. وبالفعل تم دفنه، وأنا قريت عليه قرآن أثناء دفنه، وطلبت من بيتسا أن تنزع الصليب من على التابوت. وبالفعل بيتسا لبت طلبنا وقالت لهم، وجي حد راح نازع الصليب وفهمتهم إن ده، لأن طبعا ده عندهم يعني إنك تنزع الصليب ده يعني شيء كبير، فهمتهم إن هو راجل مسلم وديانته مسلمة ونحترم ديانته ونحترم ونحترم عقيدته. وكانت الناس فعلا مرحبة بالرؤية بتاعتي. محمود الفقار على طول بيهين مريم. لا شو
شو بك؟ لقى الشقة خاوية. لا مريم انت طالق بالتلاتة. انا بعشق الست دي مزغرطه وهي ما بتعرفش تزغرط. لها وجهة نظر ولو انها زعلتني في الاخر من حاجة كده تشتمه وهي قاعدة، يعني تقولك احنا واحنا اولاد البطة السودة. ممنوع من العرض. هي كانت متزوجة من المخرج الأستاذ محمود ذوالفقار. الأستاذ محمود ذوالفقار كان بيكبرها بحوالي 23 سنة، وكان شخصية هي عائلة ذوالفقار كلها شخصية ملتزمة، أولي كلهم ضباط شرطة ولواءات. الأستاذ عز الدين ذوالفقار، الأستاذ محمود ذوالفقار، الأستاذ صلاح ذوالفقار، كان أخفهم وطأة وخفيف وخفة الظل كان المرحوم الأستاذ صلاح ذوالفقار. إنما محمود ذوالفقار وعز الدين ذوالفقار كانوا شخصيات شرسة في تعاملاتهم حتى مع زوجاتهم. فوجئت طبعا ان الاستاذ محمود ذوالفقار على طول بيهين مريم شتيمه، ساعات توصل لضرب بالايد ومهانه كبيره. وكانت الست خلاص كانت بتحكي تقول انا قاعده يعني مع الاستاذ حلمي حليم المخرج وحكيت له شكواها، كان الأب الروحي للسينمائيين حلمي حليم، فحكيت له شكواها وحكيت له على المعاناة اللي بتعانيها مع محمود ذوالفقار. قال له هو يعرف إنك بتاخدي كام؟ قالت له أنا أعرف إن أنا باخد أجري في الفيلم 3000. قال لها لا أنا هعلي أجرك في فيلمي هديك 4000، خدي الألف خبيه، يعني اعمل لنفسك رأس مال، لأنه هو كان بياخد كل فلوسها يخبيها أو يخليها تحت إيده عشان أقولك دي مصرفة وممكن تصرف شمال ويمين، فالفلوس تبقى تحت إيدي. يا حضرة القاضي أنا أقرب الناس إليها، أطلب باسم المرحوم عمي تعييني وصي لحماية سعدية وحفظ ثروتها الهائلة. أنت عاوز تحافظ على ثروتي؟ طبعا. ولما جبت لي القرايب اللي كل واحد منهم عايز إعانة 100 جنيه في الشهر كنت برضو بتحافظ على ثروتي؟ طبعا طبعا يا سعدية. الفلاحين أولى يا حضرة القاضي، هما اللي بيشقوا في الأرض ويروها بعرقهم ويكسوها قطن ويطلعوا بعد ما يجنوها عريانين، وشقاهم شقى الألوف يروح لي أنا لوحدي ليه؟ علشان يتصرف على السرايات، واحدة في العزبة مقفولة والتانية يكفيني منها أوضة، ولا علشان آكل واشبع؟ دي البطن ملهاش اللي ملوها يا حضرة القاضي. فهي فعلا ابتدت تعلي أجرها، بس لما بتقبض بتقول انا باخد 3000 وتاخد ال1000 جنيه تحطهم في شرابات وتحطهم فوق السيفون في البيت. كل فيلم كل عمل، وكانت بتشتغل كتير، تاخد الفرق الاجر وتحوشه في شرابات، لغايه ما جه الاستاذ محمود سافر لبنان في عمل، فتنزلت كل الشرابات اللي موجوده، قالت عدتهم لقيتهم حوالي 17-18 ألف جنيه، مبلغ وقدره في وقتها. قالت اه كده انا امنت نفسي، اقدر اخد شقه واشتري عربيه واصرف على بنتي وما يفرقش معايا. بيكلمها قالت له محمود انا عايز اتطلق. قال لها انت اتجننت باين عليك، استني لما ارجع لك. في الوقت ده كانت طالعه البيت بتحكي لي انا شخصيا، قالت لي انا طالعه في البيت فقابلت صاحب العماره اللي هي قدام حديقه الحيوان، طالع معايا في الاسانسير، قلت له انت ما عندكش شقه تانيه فاضيه؟ قال لها عندي واحده في الدور الرابع. قلت له انا عايزاها. قال لها ليه وهتسيبي دي؟ قلت له مش هسيبها، دي بتاعه محمود انا عايز الشقه ليا. فالراجل قال لها اوكي. قلت له هدفع ايجار سنه مقدم، وتعاقدوا ودفعوا، دفعت ايجار سنه مقدم ونقلت حياتها ونقلت حياتها في الدور الرابع وعاشت فوق. هو كان في لبنان، رجع لقاها قاعده في شقه فوق واخده موقف، ما كلمهاش ما عبرهاش ولا اداها اهتمام. هي معاها الشقة اللي تحت برضه مفتاح الشقة. فجت في يوم واحنا بنصور في استوديو الأهرام، جالها إحدى العمال قال لها مدام مريم ونبقى عايزك تساعديني، البت هتتجوز ومش عارف أجيب لها أوضة نوم. قالت له يا حبيبي لا يا روحي لا لا لا، راحت مطلعة مفتاح الشقة بتاعت الأستاذ محمود ذوالفقار. قالت له روحي يا حبيبي الشقة في الدور الثالث رقم كذا، افتح وخد في عندك 3 أوض نوم، نقي احلى اوضه وخدها. الراجل راح ما كدبش خبر،
خد عربية وراح رايح شايل. فالعمال التانيين هو حكى للعمال وعرفوا انها بتفرق. جه واحد تاني قال له نبي يا مدام مريم انا ابني هيتجوز والجوازة واقفة على صالون. قلت خد يا بابا المفتاح. ابتدت تفرق شقة محمود ذوالفقار سرير سرير دولاب دولاب ما خلتش. محمود ذوالفقار قاعد لقى العمال بتدعي وفرحانة. مريم فخر الدين بتفرق العفش. مريم فخر الدين عفش أنا عفش. فكان مساعده المرحوم الأستاذ عبد العزيز جاد كان مساعد الأول وكان يعني هو كل حاجة في حياة الأستاذ محمود ذوالفقار. قال له محمود قال له عبد العزيز قال له يا فندم قال له روح البيت شوف البيت ده فيه إيه خد المفتاح. أخ عبد العزيز جاد لقى باب الشقة مفتوح فزق الباب ودخل لقى الشقة خاوية ملقاش غير كرسي هزاز. شال الكرسي الهزاز وخده في العربية ورجع الأستاذ محمود ذوالفقار. قال له إيه يا عبد العزيز؟ قال له يا أستاذ أنا ملقتش غير الكرسي ده تسمح لي أخده؟ راح واخد الكرسي وخابط بيه عبد العزيز جاد واتجنن جن جنونه. راح رايح لها وهي قاعدة قال لها مريم. هي خافت قالت لك هيضربني. قال لها مريم انت طالق بالتلاتة. راح مزغرطها وهي ما بتعرفش تزغرط. تلاقيها بتزغرط راح شايطها برجله وراح واخد بعضه وخارج. انا بعشق الست دي مثلت معايا كم مسلسل يجنن وفيها جرأة وخف الدم وهي بتحكي الحكاية لا توجد في عند حد تاني. بس طبعا هي اللي تقول انا ما اقدرش اقول. يعني كنا نستدرجها في الاستوديو عشان تحكي لنا وبالذات حكاياتها لما اتجوزت فهد بلان. يقول له شو بك هتنامي؟ ما في نوم. قالت له امال في ايه؟ ما بعرف في ايه حاجات كده. يعني لها وجهة نظر ولها رؤية ولها حاجة تانية، لكن لما تيجي تقعد معاها تلاقيها انها دمها خفيف وبتقول كلام يعني مظبوط. وانا بحب فيها الحكايه دي، ولو انها زعلتني في الاخر من حاجه كده ما كانش لها لازمه ابدا انها تقولها. انما انا خلاص قفلت الموضوع وافتكرت لها الحلو، لان انا عارفه ان هي يوم ما قالتها او يوم ما طلعت من بقها قالتها مش بقصد، قالتها بعفويه وخلاص. انا بيني وبين نفسي الناس قالوا لي وكتب في الجرايد حاجات كتيره جدا، لكن انا اعتبرت انها عفويه طلعت منها ما كانتش قصدها وجرجرت في الكلام فراحت قايله حاجه. لكن انا نسيت زي ما بنسى كل حاجه. استاذ حسن اتفضل عشان ما تسافرش لوحدك. ماشي ما تبيش تقعدي لوحدك. ميرسي استاذ حسن. ما يهمهاش حد لما يكون هو برنس تشتمه وهي قاعدة وليها مواقف كده، بس تحب شتمتها. يعني تحبها وهي بتتريق على فلانة أو على فلانة وتحس دايما إن دي مش أحسن منها. تحبش أبدا يبقى حد أحسن. يعني تقول لك إحنا وإحنا أولاد البطة السودة ما إحنا برضو نجوم كبار وكنا حلوين. وهي كانت ملكة جمال أظن مريم، كانت ملكة جمال في السنة من السنين. يعني شوف افلامها القديمه زمان ابيض واسود زي ما احنا بنقول فرس. مريم انت لازم تصلي يا حبيبتي تلقائيه. ففوجئت شايل فرير الحقيقه انا اصبت بصاعقه. طب لو هي السيده نبقى احنا الخدامين بتخش القلب فورا من مدرسه محمود المليجي وقالت ببيعه بالمزاد. ممنوع من العرض. Thank you.
سيد الشاشة العربية ده لقب لم تسعى إليه فاتن حمامة، لكن في لحظة ما هنلاحظ حاجة معانا في الستينيات. كلمة العربي تقول إيه؟ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، عميد الأدب العربي طه حسين، وهكذا. دايما كلمة شيخ المسرحيين العرب زكي طليمات، عميد الفنانين العرب يوسف بيك وهبي. اللي عايز أقوله إن كلمة العربي، لأنه في الستينيات كان دايما توجه عربي في وجود جمال عبد الناصر، فكان دايما الفنان اللي بيبزغ في السينما أو في المسرح أو في الأدب بيلتصق به كلمة عربي. فكان طبعا اسم فاتن، فاتن هي كانت الأولى كأجر والأولى في الأفيش، فبالتالي من البديهي أنه كلمة سيدة الشاشة العربية تتقال على فاتن. لكن من الواضح أنه اللقب ده مع مرور الزمن أثار حفيظة نجمات عديدات، بعضهم كان يكتم في داخله ده. كان هناك سعي أحيانا لقب آخر يوازي لقب فاتن، أو في غضب من البعض. فدايما كانت مريم فخر الدين وهي يعني طبعا فنانة كبيرة، كانت حاسة أنه تقول طب لو هي السيدة نبقى احنا الخدمين. طبعا ما كانش مقصود بيه، لأنه ده على الإطلاق لما تقول عميد الأدب العربي مش معنى كده الأدباء الآخرين خدم يعني، إنما هو لقب لم تسع إليه فاتن، لكن الفترة الزمنية هي يعني توجته، أثار غضب كثير من النجمات جيل فاتن مش كلهم. كانت مريم، لأن مريم ربما أكثر عنفا أو تلقائية، فكانت دايما بتندفع في أجهزة الإعلام، وكانت كمان أجهزة الإعلام بتلاقي منشط سواء كانت صحافة أو إذاعة أو تلفزيون بيلاقوا يعني خبر صارخ، فكانوا بيبروزوا قوي لسنا خدم لفاتن حمامة حتى تصبح هي سيدة. والحقيقة في أحد البرامج عادل إمام دافع عن فاتن، لأنه طبعا فاتن عمرها، الحقيقة أي حد يتابع حديث فاتن عمرها مهما تعرضت لهجوم إنها ترد بهجوم، هي فنانة رقيقة وإنسانة رقيقة. عادل هو اللي تولى الدفاع، فقالوا طب ما أنت كمان مسمينك زعيم يعني. أنا الحقيقة بشوف في نهاية الأمر أنه مريم فنانة كبيرة جدا، ويكفي أنه لغاية اللحظة دي إنجي شكلت في وجداننا صورة ذهنية لمريم، إنما تلقائيتها، وربما أنه الفارق أنه فاتن لديها قدرة ربما تكون يعني حتى على المستوى المادي انها تقول لا، المستوى المادي والادبي، فبالتالي فضلت محتفظه باسم فاتن كبير ورفضت ان هي ممكن تنزل درجه. ربما مريم من مدرسه محمود المليجي. محمود المليجي كان يقول ان انا احب ان انا اموت وانا عسكري في الجيش عن اني اموت واحمل السلاح، على ان اموت جنرال متقاعد. يعني عايز يقول ان انا لازم امثل حتى اللحظه الاخيره. ربما مريم كانت بتقبل ادوار صغيره وتقبل ان اسمها ينزل ببنط صغير جدا يكاد لا يقرا، لاحساسها ان هي تريد ان تظل في الميدان على طريقه المليجي حتى اللحظه الاخيره. بونجور يا سامر. بونجور يا حبيبتي. قبل فستانك طالع جيران، هتكوني عروسة الحفلة. حفلة ايه؟ حفلة شوشو هانم الليلة. العرسان كلها هتجري وراكي. مفتكرش هقدر اروح يا طنط. ازاي؟ اصل تعبانة من امبارح. ازاي مامتك واخواتك؟ كويسين الحمد لله. طب اطلعي حبيبتي تريحي على بالليل، هتكوني بقيتي عال قوي. عايزة اقولك حاجة يا طنط. خير؟ قولي يا حبيبتي. انا بحب. بايه؟ بحب واحد. قصدك يعني في واحد هيجي ويطلبك للجواز؟ طب ومالك مكسوفه كده ليه؟ اطمني يا حبيبتي، انا هكلم بابا واعمل كل حاجه، وما دام بتحبيه وهو كويس يبقى خلاص. مريم فخر الدين كانت قريبه جدا من قلب الحاجه شاديه، كانوا أصحاب من زمان، وكانت تربطهم ببعض علاقة حب وعلاقة أخوة وعلاقة صداقة وعلاقة عمل.
فلما اعتزلت الحاجة شادية وتوجهت إلى ربها بقلبها وعقلها برضو ما بقتش تنسى أختها مريم، كل شوية تبعت لها تقول لها يا مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي عودي معانا، تعالي اسمعي الحاجة شمس البارودي، تعالي اسمعي فلانة، تعالي اسمعي الشيخ متولي الشعراوي، تعالي. فبقت تدعيها إلى الحضارات وإلى الـ يعني إلى الأماكن التي يعني يوعظ فيها بالدين الإسلامي وبالحب وبالسماحة. أيوة نوال، بصي يا سرير. الله، انت اشتريتي مايو جديد؟ أيوة، آخر موديل صوفيا لورين، حبيبتي وأنا بتنطر بيه على البلاج، الناس هتتجنن هتتهوس. يا سلام، ب30 جنيه؟ أيوة. وجبتي الفلوس منين؟ ومن قال لك إن أنا اشتريته بفلوس؟ أوعى يكون حد. نعم يا ست نادية، أنا بتاعت حد. أمال اشتريتيه إزاي؟ شيل كاف كاف، يعني شكم. أيوة، وبكرة هتيجي فاتورة الحساب. يا نوال، أنت عارفة إن حالة بابا المادية بقت وحشة ولازم نمسك إيدينا شوية. وأنا اللي أخسرني عن جيشة المهببة دي؟ طب وش معنى أنا؟ أنت أصل وشي شقة تحسبيها بالقرش والملايين، لكن أنا حبيبتي نو نو وي، أنا عايزة فلوس، عايزة فخفخة، عايزة عربيات لوكس، عايزة عريس غني. وفكرك العريس الغني الواحد بيلاقيه كده في الشارع؟ لا، على البلاش، ولقيته خلاص من أول كلمة، من أول نظرة، أول ما شافني كان بيتكلم في تليفون، جه جاني تحت الشمسية وقال لي خلو. اسمعي يا نوال. برضو أنا اسمي نولا. فجت شادية قالت لها مريم انت لازم تصلي يا حبيبتي، محدش عارف عمره امتى، محدش عارف امتى يجي الاجل، فلازم تصلي. قالت لها ما اعرفش، ما مش عارف اصلي يعني ما. فخدتها وابتدت تعلمها وابتدت تحاول تقول لها، وفي الاخر قالت لها انا مشكلتي في الوضوء، انا عشان اصلي لازم اتوضى، انا مش فاهمه الوضوء، بنسى، ما اعرفش ايه الاول، وداني قبل مناخيري ولا قبل كوعي ولا قبل صوابعي، مش فاهمه. فتلاقى لا، فالحاجة شادية ست مخها كبيرة قوي، فحبت إنها تقرب ليها وتعلم كويس قوي إن مولانا الشيخ متولي الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله كان إذا مسك حد وكلمه أو قال لحد حاجة بتخش القلب فورا. فراحت قالت لها بصي، راحت الحاجة شادية طلبة الشيخ متولي الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه وقالت له مولانا أختنا مريم على فكرة عندها قوة إيمان قوية جدا، إنما عايزة تتقرب للصلاة وعايزة 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 وعايزة. فالشيخ متولي الشعراوي كعادته وصدره الكبير وقلبه الكبير قال لها سلام، يا أهلا بيها، يا أهلا بيها في دين الإسلام وفي محبة دين الإسلام، خليها تكلمني يا شادية. وإداها قال لها إداها رقمي وخليها تكلمني. في يوم وأنا عندي 50 سنة قمت من النوم، أنا بنام زي الأسيل، قمت من النوم ها الله هو أكبر، مش قمت عايزة أصلي، واحد كابس عليها زي اللي عطشانة كابس عليها تشرب، ده كابس عليها الصلاة، أقول الفاتحة وأعمل كده وأمسك ركبي، مش عارفة بعد كده بيقولوا إيه. فروحت مكلمة شادية قلت لها شوفي يا شوشو أنا امبارح أصلي كده كده مش عارفة أصلي، نفسي أصلي بقى. قالت لي هبعت لي كتاب اسمه المسلم الصغير، أقرأ المسلم الصغير إن أفهم حاجة يا صفاء؟ أبدا طبعاً مش فاهم ايه 3 مرات ما لقيت نظيفه مغسوله بالصابون، ايه 3 مرات ليه اطول؟ مش خواجه مش قادر يخش في مخي. وبعدين لقيت مين بيكلمني، فجاه لقيت الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويحسن اللي بيكلمني. قال لي يا ست مريم انت عايزه تصلي دلوقتي؟ قلت له مش احسن من بلاش خالص يعني؟ قال لي لا احسن، بس قال لي شوفي قولي الفاتحه وعملي، ابتدى يقول، قال لي ذكري لي قل هو الله احد تلاقيه في اخر القران وقل اعوذ برب الناس، قال لي شويه ايات كده قصار الصور وامسكي ركبك وقولي سبحان ربي الاعظم، وقال لي اعمل ايه. وبعدين اقري التحيات. تاني يوم عملت ايه؟ قلت له التحيات دي اصلا مش موجوده في القران، ما رضيتش اقول يعني انا ملتزمه قوي، ما كل واحد على قد مخه. قال لي بلاش، قولي الفاتحه والسلام عليكم السلام عليكم. قلت له كمان ايه اتوضى دي؟ قال لي لا شوفي بقى لو مش هتتوضي خدي دوش، لو رحت زي الناس وبتاع خدي دوش. قلت له طيب. طبعا كنا في الصيف اخد دوش واصلي واخد دوش واصلي وعاملها شغلانه. جاء الشتاء عليا فطبعا مش ممكن انا 4 مرات اخد دوش في اليوم. ايه اخبارك؟ هو دايما يطمن علي. قلت له انا اتبريت الحقيقه من الدش. قال لي طب ما تعملي ايدك 3 مرات اسلي. قلت له والله اسلي. فبقيت كده. وفوجئت عندها صديق من الكويت، صديقها وبيساعدها دايما وبيروح دايما يتزورها. ففوجئت لقيتها بتقول لقيته معاه
شايل فرير. فالفرير شكله يلفت النظر بالفعل، فبقول له ده ايه؟ قال لي والله لسه شاري من مدام مريم. فبقول لها الفرير ده، قلت له اه ده اللي انا ظهرت بيه قدام عبد الحليم وغنى لي بيه بتلوموني ليه على الكورنيش. الحقيقه انا اصبت بصاعقه. يا نهار اسود، ده تراث، ده تراث سينمائي مصري، مش ملك مريم فخر الدين لوحديها، ده ملك مصر كلها، ده ملك فيلم كلاسيكي من الطراز الاول. ده لو كان، لو كانت مريم حطته في برواز بصوره عبد الحليم حافظ وهي، وهي لابسه الفرير والفرير متعلق من تحتيه، وقالت ببيعه بالمزاد، اقسم بالله كان يوصل 5 مليون جنيه بالفعل، او دولار لو المزاد ده في مكان عالمي، لان صاحبته نجمه كبيره لها تاريخها. موقع هذا الفرير في فيلم كبير كلاسيكي عظيم، قيمة الفرير مش في الفرير، قيمة الفرير في في في, في أغنية بتلوموني ليه، في الكلوزات اللي كانت بتتاخد لمريم، وهذا الوجه البريء الجميل محتضن الفرير من حوالين رقبتها. يباع بكام؟ ب1500 جنيه. باعت هذا الفرير لأخونا ب1500 جنيه. أنا لو كنت عرض عليا في البيع كنت أدفع فيه 10-15 ألف جنيه على الأقل، أنا مش حد تاني يعني. هذه أنا بسميها كارثة. أين وزارة الثقافة؟ أين وزارة الثقافة من ممتلكات فنانيننا العظام؟ بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ لو شفتم عينيتا حلوين قد ايه ترى، هتقولوا انشغالي وسود الليالي مش كتير عليه.